مشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من كلام صح. النهارده بنتكلم عن يعني مواضيع مهمه جدا متعلقه بالحياه الجنسيه. اعتقد من الموضوعات المهمه جدا موضوع يعني دايما بنسمع عنه مع بعض الرجال، وهو موضوع سرعه القذف. ناس كتير جدا ممكن تعاني من المشكله دي وتتجه لبعض الأشخاص الغير متخصصين، فبالتالي بتبدأ المشكلة وممكن تكبر المشكلة ويدخل الشخص في اكتئاب، وفي بعض الأوقات بيلجأ لحلول غير صحية. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع الدكتور أحمد عطية، أستاذ جراحة أمراض الذكورة والتناسلية بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور أحمد، مرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. يعني من الموضوعات فعلا مهمة جدا وبنسمع عنها يعني كتير جدا موضوع سرعة القذف. أولا دكتور، عاوزين نتكلم عن المرض ده، وهل هي مشكلة فعلا ولا ده شيء عادي والناس ممكن ما تبقاش عندها الثقافة الجنسية؟ لا، هي مشكلة وموجودة في العالم كله. تمام. وبعدين لما عملوا إحصائيات كم عدد المرضى اللي بيشتكوا من الموضوع ده، طلع ان 40% من المرضى اللي بيخشوا عند دكاترة أمراض الذكورة اذا الدكتور سأله هيقول على المشكلة دي. تمام. يعني دي بتشكل 40% من الناس. لكن الحقيقة الدراسات الحديثة قسمتها لأربع أجزاء. في نوع اللي هو طول عمره قذف سريع، في ناس بتقذف قبل بداية الممارسة، وفي ناس مع بداية الممارسة، وفي ناس في خلال دقيقة من الإدخال، العملية الجنسية من الإدخال. ده اسمه لايف لونج اللي هو طول عمره كده. ده بالدراسات الحديثة طلع ان دول فيهم عنصر وراثي، في مادة السيروتونين في المخ، ودولا بيحتاجوا علاج مدى الحياة. لما بيكون الانصاب قوي بنسأله قبل ما بتغذبه في انصاب قوي ولا انصاب ضعيف. لو الانصاب قوي قبل القذف بندي لهم مخدرات موضعية وبنبدأ بيها. مخدر موضعي ده. موضعي. مش مخدرات. لا، مخدر موضعي. كريم. بيستخدمه او سائل بيتبخ. تمام. على المناطق الحساسة قوي تخدر، بيستخدمه قبل الممارسة ب 45 دقيقة. تمام. وطبعا بيغسله او يمسحه قبل ما يمارس. دون لو الانصاب قوي. لو الانصاب ضعيف بنعالج الانصاب الاول. لان الانصاب الضعيف ممكن يبقى الان عشان الانصاب فيحصل له سرعة قذف. فاذا كان في انصاب ضعيف بنأجل علاج سرعة قذف ونظبط الانصاب الاول. تمام. اللايف لونج دول اتفقت الجمعية العالمية للامراض الصحة الجنسية على ان اللي بيغذف قبل مرور دقيقة وطول عمره كده وفي معظم ممارساته كده، يعني مش ممارسات مرات كده ومرات كده، دون ينطبق عليه التعريف ده. تمام. وبالتالي بيحتاج علاج مستمر. في بعض احيان المخدرات الموضعية او الكريمات الموضعية المخدرة دي ما بتجيبش تأثير، بنضطر نديهم مضادات للاكتئاب برضو باستمرار. بتزبط الموضوع، بتجيب نتيجة، بتجيب نتيجة كويسة. تمام. في نوع تاني اللي هو عايش حياته جزء منها طبيعي وبعدين حصل تغير وابتدى يبقى سريع، ده اللي هو secondary premature ejaculation، مش life long. يعني premature ejaculation حصل بعد مدة من ان هو كان كويس ابتدى يجيله المشكلة دي. تمام. السكندري بريميتور ايجيكليشن بيبقى سببها عضوي، بنبدأ ندور بقى على سبب. ممكن يكون عنده التهابات، ممكن يكون عنده التهابات في الاعصاب، ممكن يكون عنده ضعف في الانصاب جايب له المشكلة دي، وبنعالجها ان احنا نعالج السبب فيرجع هو طبيعي. في نوعين تانيين ما بنديهمش علاج، ودول بقى اللي انا بنبه الناس ليهم. تمام. النوع الاول اللي هو احيانا يجي له سرعة قذف، وده كل الناس كده. يعني لما يغيب عن الاتصال لمدة طويلة يجي له سرعة، ده طبيعي. يقولك لا بس انا مش باستمرار بيجيني، احيانا بيجيني. ده طبيعي. اللي هو occasional premature ejaculation. ده ما بندهوش علاج، بنطمنه. وفي ناس بيبقى بيقعد مدة كافية
يعني احنا بنعتبر اللي بيقعد اكتر من 3 دقايق في حركة جنسية مستمرة ده طبيعي. هو لا بيقعد 10 دقايق ويجي يقول لك لا انا عايز انا مش طبيعي. ده احنا برضو بنطمنه بنقوله لا انت طبيعي ما فيكش مشكلة. تمام؟ الاتنين دول ما بندهمش علاج. لما عملوا احصاء من ال 40% اللي بيشتكوا من المشكلة دي اللي بيخشوا عند دكتور الذكورة ويشتكوا من المشكلة دي لقوا ان اقل من 10% بس اللي بيحتاج علاج. الباقي لا بيحتاج تفهموا ايه المشكلة والمشكلة بتتحل لوحدها. كويس. طب دكتور برضو في بعض الشباب لما بيكون بيعاني من مشكلة زي كده بيلجأ طبعا ما بيروحش للطبيب، في بعض الشباب ما بتروحش للأطباء يعني عندها محرجة ان هي تقول حاجة زي كده، فيلجأ لاستخدام المنشطات، يعتقد ان المشكلة في ان هو يستخدم منشط جنسي. ما دي خطأ برضه من الأخطاء الشائعة. تمام. ان هو يبدأ يستخدم منشط جنسي وبيستعين بيه ان هو بعد ما يعمل قصف ما يحصلوش ارتخاء، وده برضو مش كويس. هو ما حلش المشكلة كده، هو عمل نفسه مشكلة بانه خد دواء ملوش لزوم، انما المشكلة ليها حل اذا كانت ليها يعني اتعرف ان هي من النوع اللي بيحتاج علاج بياخد العلاج بيتحسن. اذا كان ليه سبب عنده التهابات مثلا وعالج الالتهابات بيرجع طبيعي، مش محتاج بقى انه ياخد منشطات. وفي ناس بتاخد مخدرات وفي ناس بتاخد أدوية المسكنات وده كله بيجيب إدمان. طبعا طبعا. واحنا يعني في ناس بتاخد الحبوب اللي بتتباع في الشوارع دي ودي زي الأفيون بالظبط، ومع استمرار أخدانها بيحصل لهم إدمان للحاجات دي وبيحتاجوا إن هم يتعالجوا في مصحات. طبعا. واحنا من هنا دكتور من قناة صحتي بنؤكد كده عايزين نسأل طبعا يا دكتور احنا بنؤكد من حلقتنا ان يعني ممنوع ومنعا باتا استخدام المخدرات، لان انت طبعا بتؤدي الى الادمان، وطبعا استشاره الطبيب مهم جدا لو في اي مشكله خاصه بالمساله. احنا عايزين الناس ما تتكسفش طبعا، لان يعني الجنس ده جزء من الحياه. يعني الاكل والشرب والجنس دي احتياجات بيولوجيه للانسان طبعا، المفروض ما يستحيش منها. اللي يستحي الواحد من حاجه حرام او عيب بالظبط، ولكن ده مش حرام ولا عيب انه يروح للدكتور ويقول له انا عندي مشكله تمام في الممارسه دي مسببه لي قلق. طب دكتور احنا برضو عاوزين نقدم النصيحه للاباء اللي بيسمعونا دلوقتي والسيدات كمان، النصيحه تقدم امتى للابن والبنت؟ يعني احنا دلوقتي يعني تربيه الاطفال الجنسيه الصحيحه ان الاطفال وهم صغيرين خالص، اطفال يعني من سن سنه سنه ونص كده بيبداوا يستكشفوا العالم من حواليهم، بيستكشف نفسه، بيستكشف اعضائه، بيبص على اخته وهي بيغيروا لها، بيبص على مامته في التواليت، بيبص على باباه، ما حدش يضربه، ما حدش يقول له ده عيب وحرام، يسيبه هو هيستكشف ويعرف. عند سن من 18 شهر ل 30 شهر يعني من سنتين ونص لسنه ونص، لو سألت البنت انت ولد هتقول لك لا انا بنت، لان ابتدت تعرف ايه الفرق بين الولد والبنت، ده اسمه جندر ايدنتيتي. والولد لو قلت له انت بنت يقول لك لا انا ولد. الجندر ايدنتيتي دي بتتلخبط شويه لما احنا نربي البنت في وسط صبيان، لما نربي الولد في وسط بنات ونجيب له لعب زي البنات عرايس، لا المفروض الولد يتربى مع صبيان ومع بنات، ولكن يبقى عارف ان الولد في فرق تمام. ده مهم جدا ان احنا ما نلخبطلهمش الايدنتي. تمام. لما يجي يقربوا من سن البلوغ ما نفاجئش بقى البنت تتفاجئ بان ابتدى ينزل عليها دم ومش عارفه رجالها من ايه. لا المفروض قبل سن البلوغ بشويه لو الاب والام عندهم درايه كافيه علميه يبداوا يشرحوا لهم يعني ايه التغيرات اللي هتحصل لهم وايه اللي هيبدا يحصل في حياتهم بالانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة أو الأنوثة. لو هو ما عندوش يوديه لحد متخصص يبدأ يشرح له ويفهمه ويعلمه بحيث ما يفاجأش بالتغيرات دي. يا دكتور احنا برضو هنا في مصر ما عندناش ثقافة ان احنا نروح لطبيب ذكورة الا ما يكون في مشكلة كبيرة. يعني يمكن ما فيش مثلا اب بياخد ابنه هو عنده مثلا 10 سنين او 15 سنة ويطمن عليه عند دكتورة الذكورة او نفس القصة. هو ما بيحصلش كده الا لما يتخض، يلاقي مثلا حاجة خضاه
يوم يجيبه، انما توعيه جنسيه والكلام ده لا صعب، الا الناس الهايلي يعني educated يعني متعلمين قوي هم اللي بيلجأوا للكلام. وقليلين كمان يا دكتور، قليلين جدا طبعا، قليلين جدا، لان احنا برضو مقصرين في التوعيه الجنسيه. احنا بنخلي الناس يعني بتتكلم على الجنس وهي مكسوفه، وده مش صح. طب دكتور اخر نقطه، الناس بقى اللي بتاخد المنشطات ويفضل مثلا الانتصاب مستمر لفترات طويله، ايه الاضرار اللي ممكن تحصل؟ ده لازم ينزل يروح طوارئ فورا في خلال 4 ساعات، لازم يروح طوارئ. وما راحش طوارئ هيحصل تليف وفقدان للقدره الجنسيه. ودي حاله احنا بننبه، لان في ناس كتير بتروح تعمل دوبلر وياخد حقنه ويحصل له انتصاب ويجي لنا بعد يومين خلاص خلاص خربت ملطه. دي مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها جدا يعني على فكره. تمام. طيب دكتور برضو، هل استخدام المنشطات والافراط فيها ليه تاثير ولا لا؟ طبعا طبعا، ده كلام مش مطلوب خالص نهائي. تاثير على الجسم، وممكن الضرر يجي من الانتصاب المستمر ده وهو ما بقاش دريان ايه المشكله. المشكله ان خلاص العضو الذكري بيحصل فيه نقص في الاكسجين والانسجه بتموت وتتليف، ودي مشكله كبيره جدا طبعا. نقول لاي حد حتى لو خد منشط وغلط وحصل له انتصاب مستمر، لو زاد او قبل ما يوصل 4 ساعات يجي لنا القص العيني في الطوارئ، لازم يتعمل له حل بحيث الانتصاب يروح عشان ما يفقدش قدرته الجنسيه. تمام يا دكتور احمد، معلومات مهمه جدا. في نهايه اللقاء بنشكر الدكتور احمد عطيه استاذ جراحه امراض الذكوره والتناسليه بكليه الطب جامعه القاهره. شكرا يا فندم منورتنا. العفو. شكرا دكتور. اعزائي المشاهدين، نلقاكم الاسبوع القادم في حلقه قادمه من كلام صح، لكم تحياتي وتحيه اسره